الانفينكس اس 3 اكس هو نسخه محسنه عن الاس 3 العادي بشاشه بنوتش وكاميرات مزدوجه وتقريبا بنفس السعر، فربنا يعوض على اللي اشترى الاس 3 علشان الاس 3 اكس نزل تقريبا بنفس السعر. ديزاين الموبايل ظريف، هو بلاستيك طبعا بس شكل الموبايل ظريف، وحوالين كده الموبايل فيه كيرفات كده مخليه شكل الموبايل حلو. شكل البصمه مربع والكاميرات مش بارزه قوي عن ظهر الموبايل، بس يستحسن تحط طبعا الموبايل في الكفر بلاستيك اللي هو جاي فيه علشان اظن يعني ان الموبايل ده هيتجرح بسهوله جدا. لو بصينا من تحت نلاقي سماعات الموبايل اللي في نفس المكان، يا جماعه قلنا 100 مره المكان ده بيتسد، المكان ده انت مسكتك الطبيعيه للموبايل وانت بتلعب او انت بتتفرج على افلام بيتسد بسهوله، فما ينفعش لازم يتحط فوق، ما يتحطش هنا ابدا. بس الامانه هي الصراحه صوتها حلو عالي. من الشمال عندك من احسن الحاجات اللي دايما انفليكس معودان عليها، وهي امكانيه انك تحط خطين زائد كارت ميموري مش هتستغنى عن حاجه منهم. من فوق عندك الهيدفون جاك، ومن تحت عندك مدخل يو اس بي العادي مش التايب سي، وفي مايك في المكالمات. قشطه، هو المكالمات صوت حلو ونقي وكل حاجه، بس لما اجي اسجل مثلا فويس نوت في الماسنجر او الواتساب الصوت بيطلع غريب، مش عارف ليه كده المايك الصوت بيطلع غريب جدا. من قدام شاشه 6.2 فيها نوتيفيكيشن ليد من فوق بينور بكذا لون. كواليتي الشاشه هي اتش دي بلس، والاضاءه بتاعتها بتوصل ل 500 نتس. في الشمس مش هتلاقي مشاكل، الشاشه هتلاقي نفسك بتعرف تستخدمها عادي الصبح في الشمس، بس الجوده بتاعتها ما عجبتنيش الصراحه، خصوصا ان الموبايل اصلا حجمه كبير، فالجوده 720 دي مش راكبه خالص. وكمان خصوصا ان الانفينكس نوت 5 كان الجوده بتاعت الشاشه فول اتش دي، خصوصا ان الموبايل تقريبا نازل علشان يعني شاشه جديده ونوتش وكده، فكان المفروض يحافظوا على الجوده بتاعت النوت 5. وطبعا اهم حاجه في الموبايل من وجهه نظر انفينكس يعني هي النوتش اللي بتظهر النوتيفيكيشن وكم حاجه جنبها، ما بتخفيش النوتيفيكيشن، هي كبيره بس بتظهر جنبها كذا نوتيفيكيشن. اما نسبه البطاريه لازم تسحب من تحت علشان تشوف نسبه البطاريه. النوتش فيها الفلاش الامامي وعاملين له استخدام تاني الصراحه غير التصوير، يعني الفلاش الامامي معروف ان انت تستخدمه في التصوير، اما هنا لا هم مستخدمينه في حاجه تانية في الفيس انلوك. بالكلام على الفيس انلوك، هو شغال حلو الصبح مش سريع قوي بالليل، بس صباح الفل يعني مفيش اي موبايل في الفئه دي اصلا في فيس انلوك سريع، مفيش اصلا. تاني حاجه بالليل ما بيشتغلش طبعا، فعندك حلين علشان تخليه يفتح بالفيس انلوك بالليل. اول حاجه يا اما تعلي السكرين برايتنس على الاخر، انك تعلي اضاءه الشاشه خالص فالنور يضرب في وشك يفتح. تاني حاجه هي ان الموبايل لما يلقطش ان في اضاءه او في نور فيروح يظهر لك تحت علامه اللي هو زي لمبه كده انك تشغل الفلاش الامامي علشان الفلاش يضرب في وشك فيفتح. انا مش بحبذ الفكره التانية دي الصراحه، علشان خصوصا ان انت لو ماشي في الشارع او انت راكب مواصلات او اي حاجه الناس هتقول اللهب اللي بيفتح الفلاش الصبح ده، مثلا واحد يقول لك ايه يا عم انت بتصورني وبتصور ايه، فريح دماغك وخليك في البرايتنس على الاضاءه وخلاص، يعني بلاش تفضل تفتح الفلاش كل شويه كده. اما البصمه شغاله حلو وما بتعلقش، بس السرعه بتاعتها اللي هي كده عارف انت بتزق شويه كده، اللي بتقعد شويه كده عشان تفتح لك، بس فيها مميزات انك تقلب وانك ترد وانك تقفل منبه، بتعجبني الحاجات دي الصراحه. عشان نبقى واقعيين يعني، علشان انت مثلا داخل تجيب الموبايل تعرف ان الموبايل ده مش بتاع اداء، ما تفكرش مثلا تنزل عليه العاب تقيله ومش عارف تعمل ايه وتقدت عليه، لا صباح الفل الموبايل ده مش بتاع اداء، الموبايل ده بتاع واحد من الاخر مقضي كل يوم بره وعايز بطاريه 4000، فدي حرفيا حمار شغل، انت بتهلك الموبايل مفيش ما بيفصلش اصلا. الشاشه والمعالج اللي هو السناب دراجون 430 موفر البطاريه، الشاشه الجوده بتاعتها مش عاليه، فاستهلاك البطاريه كل دوت قليل، كل ده كمان والبطاريه بتدعم الشحن السريع، والشحن اللي جاي معاه شحن سريع، فبتديك اكتر من 9 ساعات سكرين اون تايم، ولما تيجي تشحنها بتشحن من 0% مثلا في ساعه ونص ساعه و40 دقيقه، فده رقم هايل. فمش هنجرب عليها العاب، يا دوبك هي الالعاب البسيطه الحاجات البسيطه السوشيال ميديا العاديه، لان الموبايل ده زي ما قلنا مش موجه للاداء العالي، هو موجه اكتر للاستخدام اللي هو السوشيال ميديا المتوسط وللتصوير. فئه الاس عامه الكاميرات فيها بتبقى من اعلى الكاميرات في الفئه دي، وخصوصا السيلفي، اظن الاس ديت تختصر لسيلفي تقريبا دلوقتي، يعني على حد علمي ما فيش اي موبايل دلوقتي هيديك نفس كواليتي الكاميرا دي في السعر ده نهائي، وخصوصا في شاومي، يعني هي المنافس الوحيد للانفينكس دلوقتي هو شاومي في الفئه دي، ما فيش كاميرات من شاومي السيلفي بتاعها ينافس الانفينكس هوت اس 3 اكس خالص. واقرب مثال الاي 2 لايت، السيلفي بتاعته ما تتقارنش بالموبايل ده نهائي. السيلفي الصبح جميله الالوان حلوه، بس للاسف ما فيهوش بورتريه، واعتقد ان دوت هينزل له تحديث زي ما حصل كده في الانفينكس نوت 5، ما كانش فيه بورتريه في الكاميرا الخلفيه بس بعد التحديث اضافت له، لان اصلا الموبايل نقطه دعائيه كبيره عليه الكاميرات، فما اظنش ان هم مثلا هينسوا الموضوع ده، فاكيد هينزلوا له ابديت يدعم البورتريه في الكاميرا الاماميه. بس اللي عجبني اكتر واللي انبهرت بيه اكتر اداء الكاميرا السيلفي بالليل، يعني الصبح حلو او جميله وتفاصيل والوان هايله، بس بالليل الصراحه متوقعتش ان هي تبقى كده. فننصح اي حد عايز يجيب موبايل ب 3000 جنيه وعايز كاميرا سيلفي واهتماماته الكاميرا السيلفي يروح للموبايل ده على طول، ما تدورش مش هتلاقي احسن.
الكاميرا الخلفيه برضو حلوه الصبح جدا ومقبوله جدا بالليل، تقارن بكاميرات شاومي في الفئه دي زي الايتو لايت او الريدمي 6. البورتري شغال حلو لو عرفت تصور بيه وعرفت تظبط الصور، يعني مش كل مره الصوره بتطلع حلوه، يعني مثلا صوره العربيه دي بالليل وفي اضاءه مش عاليه قوي طلع معايا هايله، وساعات صوره زي دي مثلا اضاءه عاليه وكل حاجه والصوره تلاقي منها متاكل منها حته او كده. بس زي ما قلنا ما تتوقعش اكتر من كده في الفئه دي، وطبعا مش هتلاقي طبعا بورتري هايل للاشخاص وبيقصك، لا طبعا يعني ما تتوقعش حاجات كتير. في حاجه ما عجبتنيش برضو في الموبايل ده وهي الاون سكرين جيستشرز اللي هي الايماءات اللي على الشاشه، انك مثلا تلغي الزراير اللي تحت وتسحب مثلا من نص الشاشه علشان تروح هوم، من اليمين عشان تروح باك، ومن الشمال علشان تروح اللي تفتح قائمه التطبيقات اللي انت كنت فاتحها. ما عجبتنيش خالص، ما فيهاش انيميشن، ساعات بتعلق ما تعرفش اصلا انت دوست ولا لا، فانا بفضل انك تلغيها ما تستخدمهاش وتستخدم الزراير العاديه شغال زي الفل. كلمه حق صراحه انفينكس ذكيه جدا، شافت الناس عايزه ايه وبتحب ايه ورايحه لايه وحطتها لهم، زي مثلا النوتش اللي بقى ترند دلوقتي. سواء انت متفق او مختلف مع فكره النوتش ما نقدرش ننكر نجاح الفكره دي، وان كل الشركات العالميه دلوقتي اللي عايزه تسوق لاي موبايل جديد لازم يقولك الموبايل دوت جايب نوتش. الشكل عامه، فكره الشكل الموبايل للنوتش اصلا بيبقى نقطه دعائيه او نقطه يعني تسويقيه للموبايل، وفي ناس كتير جدا فعلا مقتنعه بالموضوع دوت وبتشتري الموبايل بس علشان فيه نوتش. بس انا عن نفسي مش محبذه الصراحه. بدائل الموبايل ده هتديك اداء احسن وخامات احسن زي مثلا الاس 2 او الاي 2 لايت او الريدمي 6، هتزود طبعا فلوس شويه بس هتاخد حاجات احسن. اما في الكاميرا مش هتاخد احسن الصراحه، ده اللي انا متاكد منه. حاجه تانية البطاريه والشحن السريع برضو مش هتلاقي الاف انفينكس احسن، شكل ومميزات اكتر في الواجهه من الاي 2 لايت مثلا. لو انت هتقارنه بالاي 2 لايت هو اقرب سعر ليه. الشحن السريع زي ما قلنا، فيس انلوك، الدبل تاب، السكرين شوت، ان انت تسجل الشاشه اللي هي سكرين ريكورد. واجهه انفينكس ذات نفسها اتحسنت برضو جدا، وده بقى يعني في حدود الاستخدام المتوسط او في الاستخدام الطبيعي المعقول بقت سلسه جدا وتعتمد عليها جدا. بس لو عايز اداء طبعا استقرار اعلى واداء اعلى وخامات معدن هايله جدا الاي 2 لايت على طول، بس هتضحي بالكاميرات. بس دي كانت مراجعه بسيطه للانفينكس اس 3 اكس اللي يعتبر تحسين بسيط عن الاس 3 بسعر 3050 جنيه بس، هتلاقوه على السوق وهحط لكم اللينكات في الديسكربشن. وفعلا بالسعر ده اقدر اقول بكل ثقه ان انفينكس محتكره الفئه دي واللي اقل منها كمان في السوق المصري، ناقصها بس اداء احسن شويه وخامات. ولو مش عاجبك الموبايل ده ومش عاجبك واجهه انفينكس اللي في ناس كتير مش عاجبها، في اوبشن تاني من انفينكس بنفس السعر وشاشه احسن وبطاريه اعلى اللي هو انفينكس نوت 5، هتلاقي مراجعته ظهرت لك دلوقتي فوق. فانصحك جدا انك تخش تتفرج على الفيديو ده، ولو عجبك الفيديو ده بتاع الاس 3 اكس ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتقول لي ايه رايك. بس كده.